بيكو فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والحدود الدنيا للقبول. ده بالنسبة للثانوية العامة 2024، بتهتم جدا الطلاب في الفترة دي عشان تعرف تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية. هنتعرف عليها بالتفصيل قبل ما نبدأ فيديو النهاردة. صلوا على النبي، ما تنسوش اللايك الشير اشتراك في القناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. بالنسبة لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، بيبحث طلاب الثانوية العامة 2024 عن الحدود الدنيا للقبول بكليات في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية. وأعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة اللي هو كان 2023، ويمكن للطلاب التسجيل فيه، والرابط هسيبه لكم في صندوق الوصف. طبعا ده ضمن مجموعة من الضوابط للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية، ومجموعة للشروط بتختلف من جامعة لجامعة. بالنسبة لأول حاجة، تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024، تنسيق كليات الإعلام 53%، تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%، تنسيق كليات الآثار 53%، تنسيق كلية الحقوق 53%، وتنسيق كلية التمريض 53%، وتنسيق العلوم السينمائية 53%، وتنسيق السياحة والفنادق 53%، وتنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%، وتنسيق كلية التربية 53%، وتنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%، وتنسيق كليات العلوم الحاسب 60%، وتنسيق كليات الطب البيطري 68%، وتنسيق كليات الهندسة 68%، وتنسيق كليات الصيدلة 72%، وتنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%، وتنسيق كليات طب أسنان 78%، وتنسيق كليات الطب البشري 80%. طبعا في كليات خاصة وأهلية معتمدة، ودي مهم جدا ان يعرفها جميع الطلاب، لان في بعض الجامعات بتكون بدون ترخيص، بتسبب طبعا مشاكل بعد التخرج لان ما بيتمش قبولها في المجال العملي. هنتكلم عن الجامعات الأهلية والخاصة المعتمدة. اول حاجة، الجامعات الأهلية عندكم جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العالمين الدولية، وجامعة الجلالة. في جامعة المنصورة الجديدة، الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، في جامعة النيل الأهلية، والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، في جامعة مصر للمعلوماتية، وفي جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الأسكندرية الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. وطبعا ديت أهم الجامعات الأهلية الموجودة والمعتمدة. في جامعات خاصة زي طبعا جامعة 6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، درايا، بدر، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، جامعة بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، ومايو، وسينا بفروعها، سواء فرع قنطرة أو فرع العريش. ديت كانت أهم الجامعات الأهلية والخاصة المعتمدة في مصر، وتعتبر من الجامعات القوية جدا. واتكلمنا كمان عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية. تابعوا معانا عشان الفترة الجاية هينزل كل جديد بخصوص الجامعات والثانوية العامة. ما تنسوش المتابعة واللايك والشير، ومع السلامة.